ينضم إلينا من شحات مراسلنا عبد الناصر خالد، ومن طرابلس مراسلنا إبراهيم العبدلي. أهلا بكما. أبدأ معك عبد الناصر من شحات، حيث أفواج من النازحين يستعدون لمغادرة مدنهم المنكوبة. أطلعنا على عدد النازحين، إلى أين سيذهبون، وكذلك حول عملية البحث والإنقاذ في شحات وفي سوسة والمناطق المجاورة. نعم سونيا، هناك ظاهرة نزوح على ما يبدو هذه الأيام، بدأت من مطارات المنطقة الشرقية، تحديدا من مطار الأبرق الذي لا يبعد كثيرا عن مدينة شحات. اليوم كنا في زيارة إلى المطار لاستطلاع الوضع في المطار من ناحية وصول المساعدات الإنسانية وغيرها. تفاجأنا بأن هناك أفواج من العائلات فعليا بدأت في النزوح عبر هذا المطار، ومن خلال السؤال عن يعني هذه الأفواج هل هي الأولى، اتضح لنا من خلال ما حصلنا عليه من معلومات من سلطات المطار بأن هذه الأفواج ليست الأولى التي تأتي إلى هذا المطار رغبة منها للذهاب إلى المنطقة الغربية، تحديدا العاصمة طرابلس ومدن أخرى. اليوم مثلا تحدثت السلطات عن تسيير ما بين 7 إلى 8 رحلات جوية عبر الشركات المحلية للطيران. تقل هذه الرحلات اليوم بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من سلطات المطار ما لا يقل عن 600 شخص من النازحين من نازحي مدينة درنة بشكل أكبر، ومن المناطق الأخرى المنكوبة هنا في الجبل الأخضر. إذن نحن أمام حالة من النزوح بدأت فعليا من مطار الأبرق هنا في مدينة شحات إلى مناطق الغرب. استفسرنا من النازحين عن الأسباب الرئيسة التي دعتهم إلى النزوح، قالوا بأن مدينة درنة لم تعد مدينة حية، هناك سبل الحياة قد انتهت، هناك مخاوف من الأمراض والأوبئة، لم نعد قادرين على العودة إلى منازلنا، منازلنا دمرت، لم نعد نملك حتى أشياءنا الخاصة. هم قالوا ذلك بالحرف الواحد، قالوا حتى لا نستطيع النزوح إلى مناطق أخرى منكوبة، في إشارة إلى مناطق الجبل الأخضر المنكوبة، وبالتالي هم يرون أن من الأجدى الذهاب إلى مناطق أكثر أمانا، يعني إلى مناطق المنطقة الغربية، وبالتالي هم بدأوا فعليا في التنقل إلى هناك. نتحدث عن أرقام ربما ستشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة، ربما قد نرى أيضا تزايد لعدد الرحلات الجوية التي ستنطلق ليس حتى من مدينة أو من مطار الأبرق مدينة شحات، وإنما قد نرى رحلات من الشطر الشرقي من مدينة درنة، أي من الساحل وباب طبرق إلى مدينة طبرق عبر مطار طبرق، وقد نشهد أيضا نزوح إلى مطار بنينة، خاصة وأن هذا المطار بحسب السلطات الجوية والملاحية قد لا يستوعب العدد الكبير من العائلات النازحة، خاصة وأن هذه العائلات النازحة تتشاطر الرحلات الجوية مع فرق الإغاثة والمساعدات والأطقم الطبية التي بدأت أيضا تعود بعد أن أتمت أعمالها هنا في المناطق المنكوبة، هي أيضا تحاول العودة إلى مناطقها في العاصمة طرابلس وغيرها في المنطقة الغربية. ما قد يتخوف منه الجميع وخاصة سلطات الملاحة الجوية في مطار الأبرق أن تتعطل الرحلات، خاصة وأن المطار يفتقد إلى الكثير من إجراءات السلامة وأيضا من تعقد مسألة الاتصالات على خلفية ما حصل للمطار من دخول للسيول الجارفة التي أضرت بالكابلات المتعلقة بالاتصالات، وهناك تخوف من أن تتعطل هذه، وبالتالي سيصبح من المشقة والصعوبة على العائلات التنقل إلى المنطقة الغربية عبر هذا المطار، وبالتالي قد تقطع مسافات أخرى إلى بنغازي، أي عبر المناطق المنكوبة والطرق التي هي قد انجرفت التي جرفتها السيول، وهذا بالتالي قد يصعب من مسائل أو تعرض حتى بعض العائلات إلى إصابات سونيا. نعم عبد الناصر خالد، شكرا.